الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي بيان رسمي تعلن على أسماء الفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية استنادا على الاستحقاق الرياضي الذي طلب به الاتحاد العربي لكرة القدم. وبالتالي ستكون مشاركة الأندية المغربية على النحو التالي: الرجاء الرياضي مدعوم من الاتحاد العربي كبطل للنسخة السابقة، الوداد الرياضي حامل لقب البطولة الوطنية لموسم 2021-2022، الجيش الملكي المحتل المركز الثالث في البطولة الموسم الماضي. وفي خبر آخر، المغرب يخاطب الاتحاد الأوروبي بحزم: لا نريد مشاعر وخطابات، نريد شراكة ملموسة. بدا واضحا خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر اللغة الحادة التي تكلم بها المسؤول المغربي في حضرة المسؤول الأوروبي السامي. وخلال أطوار الندوة استعمل ناصر بوريطة لغة صارمة في حضرة المسؤول الأوروبي، حيث قال أن المغرب لاحظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة تغيرا في التعامل مع الجوار الجنوبية لحوض المتوسطة، وأضاف: أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تمتلك دول الجنوب المتوسطة بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها. وأعرب ناصر بوريطة عن أملي في أن تكون سنة 2023 سنة التزام وطموح أكبر من خلال تنفيذ ما يتم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة. كما دعا ناصر بوريطة إلى تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار هوريزون والانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد ناصر بوريطة على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل، وهو ما وصفه بالعنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال تنسيق بين الأطراف الثلاثة. وأعرب ناصر بوريطة عن أمل في أن تكون هذه السنة أيضا سنة طموح أعلى في مجالات جديدة ووضع سبل جديدة للتعاون وآلية تمويل متطورة وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية. وأبرز أن الإصلاحات التي قام بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي غافي، داعي الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد. ناصر بوريطة أعرب عن أمله في أن تستمر هذه الروح الإيجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار. نشكركم على حسن المتابعة.